هذا اللقاء اليوم هو من أجل تقديم نتائج تقارير البحوث الميدانية اللي اشتغلت عليها الجمعية تحت إشراف ودعم من منظمة مرا شركاء من أجل التعبئة ومشاركة مجموعة ديال الجمعيات اللي كتمثل مختلف مناطق المغرب. اليوم كان هذا اللقاء باش أننا نرجع للسلطات والفاعلين العموميين اللي شاركوا معنا في هذا البحث والجمعيات باش أننا نتقاسموا معهم النتائج ديال البحوث. البحث الأول اللي قدمناه هو البحث حول العنف الجنسي الممارس تجاه النساء تحت شعار الحماية بدل العقاب، وأيضا تم تقديم ديال نتائج البحث الميداني حول العنف الممارس ضد النساء من طرف شريك حميم. هاد البحوث الميدانية اللي دامت سنتين يعني كونا مجموعة ديال الخلاصات والاستنتاجات، خدمنا بمنهجيات ديال لقاءات مع الفئة اللي متضررة، مع فئة النساء اللي عانينا من شكل من أشكال العنف، ومع القطاعات العمومية اللي منها الصحة، الشرطة، الدراك، المحكمة، النيابة العامة. هادشي كله لاستقصاء الرأي ديالهم والمعرفة ديال كيفاش كيتجاوب هاد السلطات على الملفات ديال العنف ضد النساء، وايضا في الاستقصاء ديال الراي مع النساء كيفاش كيتفاعلوا النساء، كيفاش كانوا كيفاش تلقاو الاجابات ديال السلطات العموميه. اكيد ان الخدمه مازال لا بالنسبه للعنف الجنسي عندنا اشكالات كبيره اللي هي الفصل 490 اللي كيجرم العلاقات خارج اطار الزواج، والاشكال ديال الاغتصاب الزوجي اللي مازال ما باقي غير مجرم في المغرب. وبالنسبه للعنف داخل العلاقات من طرف شريك حميم يعني كاينه مجموعه ديال الاشكالات، الضرب، المسائل ديال وسائل الاثبات، كيفاش ان النساء يوصلوا للحقوق ديالهم في ظل واحد يعني واحد المجموعه ديال الاكراهات. حنا باقي عندنا العمل مستمر. الخلاصات اللي خرجنا بها من هذه البحوث هذه غادي تكون موضوع مناصره تشريعيه اللي غتطالب فيها الجمعيه والجمعيات الشريكه بالتغيير ديال الاجراءات والمساطر اللي باقي فيها حيف على هذا الملف ديال العنف ضد النساء. وكاين شي تجاوب من جهه السلطات المعنيه؟ اكيد التجاوب ديال السلطات في التعامل معنا كيختلف من قطاع لقطاع. احنا اعتمدنا مجموعه ديال الاستراتيجيات منها العلاقات الشخصيه، منها يعني كاين القطاعات اللي مواكبيننا يعني من التاسيس ديال الجمعيه. كاين مثلا قطاع الشرطه، حنا بالنسبه لنا هنا في الحاجب ما نجزناش علاقه لقاءات معاه حيت ما عرفناش علاش وخدرنا طلبات وهذا، واني بالنسبه للقطاعات الاخرى كان نجزنا لقاءات. بالنسبه لباقي الجمعيات نجزوا لقاءات مع الشرطه يعني على حسب العقليه ديال الفاعلين وعلى حسب كل قطاع. شكرا. شكرا.